مشوار عندنا مشوار. لا 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 مثل ما تشوفون باع الشغب تقدم قوات الشغب على المتظاهرين ما صدر اي شيء من المتظاهرين باع شوف بعينك باع شوف القمع باع شوف بعينك شوف شوفوا بعينك شوفوا بعينك شوفوا باعوا بعينكم باعوا شلون يوجه بالسلاح مالته باع لا 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 صيح لا صيح شوفوا شلون يوجه بسلاحه على العالم باعوا بعينكم حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد لسماع آرائكم وسماع تعليقاتكم حول المواضيع اللي نختارها في حلقاتنا بداية نحب أنه نذكر السادة المشاهدين أنه إحنا عدة تردد جديد هذا التردد رقمه 10727 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 وهذا الشيء كله على مدار قمر النايل سات نترجاكم ونتمنى من عندكم انه كل شخص موجود هسه دا يشوفنا يلزم الريموت ويروح على جهاز الاستقبال اللي هو الريسيفر ويدخل الاعدادات الجديده لقناه الرافدين اللي هو ترددنا الجديد 10727 افقي. بدايه مشاهدينا الكرام اي شخص يحب يشارك بالبرنامج يقدر يتصل على ارقام البرنامج عندنا عده ارقام مخصصه للبرنامج يقدر يتصل على واحد من ذني الأرقام الثلاثة إضافة إلى عندنا رقم رابع مخصص إلى داخل العراق كما عندنا رقم ثاني أو رقم خامس هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم مخصص للمشاركين داخل العراق تقدرون تتصلون بنا بالبرنامج بأي وقت وعندنا رقم اللي هو تشوفوه حاليا هذا رقم الواتساب إضافة إلى أنه رقم الواتساب ما أقدر أستقبل بأي اتصال فلا حد يزعل علينا ولا حد يضوج لأنه الواتساب ما باتصالات ولا أقدر أسمع رسائلكم الصوتية فأتمنى أنه رسائل الواتساب تكون مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها للسادة المشاهدين بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم اليوم الكاظمي ما شاء الله عليه بيّن للشعب العراقي شنو هو يعني الفيديو اللي شفتوه وراء تتر البرنامج ذول المتظاهرين اللي موجودين بباب فندق الشيراتون بمحافظة البصرة احتجاجا على زيارة الكاظمي للمحافظة ومطالبين بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني اللي ما قدم شيء للمحافظة واللي شارك في أكثر من مجزرة أو ساهم أو وافق أو تغاضى وكل هاي في نظر الشعب تعتبر جريمة المشكلة اللي صارت اليوم أنه أكو متظاهرين دول المتظاهرين رافضين وجود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمحافظة واستقباله إلى المسؤولين في فندق الشيراتون لكن المشكلة الأكبر اللي تشوفوه قدامكم هذا العسكري اللي قاعد ويشيل الرشاشة بوجه الناس يعني أنت من شايل الرشاشة بوجه الناس أو مثل ما سمعنا الأخ هنا اللي يصور يقول شوفوا المنتسب شلون يشيل السلاح بوجه المتظاهر بأي حق بأي حق ترهب إنسان أنه في أي لحظة ممكن أنه حياته تروح نتيجة رصاصة فسعر هذا الإنسان اللي واقف قدامك واللي هو أخوك أخوك بالدم أخوك بالجواز أخوك بالعراقية أخوك بالمطالب أخوك بالتراب أخوك بالنفس اللي تتنفسه سعره سعر طلقة ما تتجاوز دولار أو دولارين هاي الإشكال لو نسترجع الأحداث إلى عام 2003 كان وزير الدفاع الأمريكي بزمن جورج بوش الابن دونالد رامسفيلد أكو مؤتمر صحفي في فندق بأمريكا وتجي مرة كبيرة شايلة ورقة مكتوب عليها وار كريمينال يعني مجرم حرب وتظل تصيح أنت مجرم حرب أنت مجرم حرب وقفوا
قتل الناس وقف الحرب وما اعرف شو، ما سووا اللي سووا ذوله. يعني انت من شلت السلاح بوجهه وقمعته بهاي الصوره الوحشيه لانه راد كهرباء او لانه راد مي او لانه راد امن او لانه راد شارع نظيف يمشي به او لانه راد حياه كريمه، لانه راد راتب او راد وظيفه او راد امان، ترى اعتمدت من عليه. مصطفى الكاظمي واللي قبله مدت من نون عليه بحيث انه محمليه من نيه ودتعاملوه بهاي الطريقه، هو مو ما جاي دا يخرب، هو دا يريد حقه، هذا واجبه او العفو هذا واجبك اله، حقه عليك انه توفر له ذني، وحقه عليك انه تفكر له شلون يزهر، وحقه عليك انه تفكر له شلون وضع المعيشي يصير احسن، وحق عليك شلون توفر له نظام صحي مضمون، وحق عليك توفر له تربية، تربية أقصد بها وزارة التربية اللي هي مدارس ومناهج موثوقة، هذا حق عليك. هو ما أنت ما قاعد تمن عليه بحيث أنه تخلي منتسب عندك يشيل السلاح عليه. أولا صورة غير حضارية، ثانيا هاي الصورة راح تشوه سمعة الشعب العراقي أمام العالم، لأن ما راح ينظرون إلى الشعب العراقي متآصر أو متآخي. ثالثا تفند كل اللي قاله مصطفى الكاظمي إنه جاي من أجل الشعب. الكاظمي اليوم هو بيّن إنه هو واحد من نفس الشكول، حسبوا كم رئيس وزراء إجا بهاي العملية السياسية المشؤومة من 2003 إلى اليوم، راح تلقوهم كلهم عبارة عن وجهين لنفس المسكوكة اللي هي العملة النقدية، تقلبها يمنى تقلبها يسرى هي نفس العملة. كاظمي يعني أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أنه هو راح يزور إيران قبل السعودية وقبل أمريكا حتى يأخذ الأوامر. شي يحكي هاي السيادة العراقية؟ بس لما اكو ميليشيا تطب على رئاسة الوزراء وتحتل المنطقة الخضراء هاي مو انتهاك سيادة، بس انه يروح ياخذ اوامر من غير دولة هاي سيادة. احنا عندنا مشكلة انه ليش الشعب العراقي دمه رخيص على هاي الحكومة والقبلها همينة. يعني اكو خبر اليوم احنا قريناه، النائبة مها الجنابي تقول انه وزارة الكهرباء ما عندها رؤية استراتيجية لتحسين واقع الطاقة الكهربائية، وخصوصا في ظل استمرار معاناة المواطن اللي ما عنده غير التظاهر نتيجة سوء الخدمات المقدمة له، مضيفة انه الوزارة خصصت اموال طائلة من الموازنات للأعوام الماضية وما سوت اي شيء وما قدمت اي شيء للمواطن وعلى مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية. وقالت انه الوزارة ومن عام 2009 مشت على نهج خاطئ تتحمل الحكومات السابقة. سؤال يطرح الى النائبة مها الجنابي، انت قلتي من 2009 يعني حيدر العبادي وعادل عبد المهدي وهسه مصطفى الكاظمي، ليش نور المالكي والجعفري وعلاوي كانت عندهم رؤية ناجحة للكهرباء؟ ليش ايهم السامرائي من صارت عليه تهم فساد وهرب كانت رؤية ناجحة للكهرباء؟ ليش هي قبل 2009 الشعب العراقي كانت 100% متمتع بالكهرباء، بحيث هسه ورا ما راح نور المالكي انت تجين تقولين انه الوزارة ما عندها رؤية استراتيجية؟ هذا السؤال نطرحه على الست مها الجنابي النائبة في البرلمان العراقي. ابو علي من واسط ويانا، حياك الله. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه. وتحيه لجمهورك الكريم والعراق والعراقي. ما ادري تحب اعلق عليه من على الكهرباء، اعلق على القمع المتظاهرين، ما ادري شو تحب اعلق استاذ. نعم. يعني هو ما احب شو اعلق على الكهرباء اللي اساسا شكلت لجنه للفساد من 2006 لهسه، يعني مو نور المالكي سليم، ايش قد انصرفا يعني من ايالة النائبه تروح تحاسب تقول وزارة الكهرباء ايش قد صرفتوا مبالغ
وشنو انتاجكم؟ يعني بدل لا تقول بعد 2007، لا، من 2003 لحد الان. قبل هذاك النظام كان عليه حصار، يعني كان يتحجج بالحصار، لكن هسه يعني شنو اللي صار؟ قد انفقتوا 53 مليار دولار لو موزعين على العراقيين، كانوا هم شارين مولدات وشارين بنزين وكهرباء زينه بدل هم ياخذونها. وصراحه حبيت اعلق على زياره ما يسمى برئاسه الحكومه الجديده للعراق وزار البصره وقمع المتظاهرين اللي ظاهروا بالبصره. يعني ترى هذا مو جديده استاذ، يعني بدلوا على يعني شو اسمه رئيس الحكومه. الو تسمعني؟ نعم وياك. الو وياك. وياك ابو علي. اي عين عفوا. يعني بدلوا رئيس الوزراء بس نفسهم الحمايه نفسها هي، ما غيروا الحمايه. نعم. الثاني ايش وقت شرطه العراق الموجوده حاليا، وانا مع احترام وتقدير للبعض يعني، بس اقول الاغلبيه ايش وقت احترموا حقوق الانسان وحقوق المتظاهرين؟ ايش وقت؟ يعني الناس تتظاهر، نشطكم عنهم، شدوا من عندهم، يردون يقول كلمه رئيس الوزراء يقول انه انت اجيت وجبت همنا فاسدين. ودام احنا بالحظ هسه بالعراق وزير، يعني وزير الكهرباء النهضة طلع، يعني اجى من غير كوكب، هو نفسه كان وكيل موجود بالحكومه وكان يعني عنده سلطه وعنده يعني صاحب نفوذ من 2008 لحد الان. نعم. الكهرباء يعني شنو الجديد اللي راح يقدمه هو؟ يقدم يعني مثلا الفاسدين؟ زين احنا ما نقول على وزير، نقول وزير الكهرباء يا وزاره الكهرباء العفو يا كتله تابعه. نعم. كتله تابعه. ان احنا خلينا نحاسب ابو الكتله اللي كان بالوزاره، مو الوزير الاربع سنين اللي تبدل. نعم. يعني نحاسب مقتدى الصدر نقول له تعال ليش الكهرباء مو زينه؟ احد يقدر يحاسب مقتدى؟ احد يحاسب نور المالكي على اللي يصير بالعراق الان؟ ما حد يقدر. هذا مجرد يعني اوبر تخدير للشعب العراقي. نعم. يعني ما راح يسوي شيء، ماكو شيء جديد. نعم. هذه وعود واكاذيب جديده على الشعب العراقي. ما راح يسوون، لكن ثوار تشرين هم اللي ان شاء الله راح يغيرون. الاصوات اللي توصل عبر اذاعاتكم وتلفزيونكم عبر بعض الاذاعات الحره هي اللي راح تغير العراق ان شاء الله. وهذه ثوره تشرين اللي ما طلعت لا حزب يدعمها ولا حركه تدعمها ولا دول خارجيه تدعمها، يدعمونها بس الاخيار، هي اللي راح تغير بالبلاد ان شاء الله. نعم. وأنا أشكرك عن استاذ. العفو العفو. شكرا شكرا لك أبو علي من واسط. كان من المفترض أنه يدخل ويانا عبر الهاتف من مصر صديق البرنامج مصطفى السيد، لكن انقطع الاتصال. أتمنى يا مصطفى ترجع لنا مرة ثانية. أما الآن يحيى من الجزائر، حياك الله يحيى. يحيى تسمعني؟ يبدو أن الاتصال ويا يحيى من الجزائر همين انقطع. أتمنى يا يحيى ترجع لنا ونسمع رأيك ونسمع أخواننا العرب. أبو فيصل من السعودية، حياك الله. حياك الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام، نحمد الله على كل شيء. الله يحفظك، تحية للشعب العراقي. حياك الله. الله يحفظك. بالنسبة لزيارة الكاظم، ما يسمى بالكاظم رئيس الوزراء، هي مجرد ترقيع. يعني هو الكاظم استاذ لا يتغير عن نفس عادل عبد المهدي وحيدر العباد، وهم كلهم على نفس هذا الطريقه. اي حكومه في وجود الميليشيات حكومه فاشله، سواء مصطفى الكاظم غير مصطفى الكاظم، اذا لم تحمي الشعب العراقي من هذه الميليشيات الارهابيه هي حكومه فاشله ولا بد من اسقاط هذا النظام. اذا لم يسقط هذا النظام، هذا النظام نظام ميليشيات وتابع كلها مجرد اعلام واكاذيب، وانه يحل الميليشيات وهي كله كذب. هو منسق مع الميليشيات الايرانيه، ونسال الله ان يحرر العراق وشعبه العزيز. وتحيه بك. حياك الله اخوي العزيز، شكرا جزيلا لك. فهذا تساؤلنا للسيده يعني مها الجنابي، ونتمنى الشعب العراقي همنا يقدر يعني يحكي لنا على هذه القضيه. لما انه هي تقول انه اكو وزاره الكهرباء بها سياسه خاطئه من عام 2009 الى اليوم، فهو السؤال ليش قبل 2009 كانت صحيحه؟ ليش قبل 2009 كان الشعب العراقي متنعم بكهرباء؟ لو قبل 2009 كان الشعب العراقي عايش بامان، لو قبل 2009 الشعب العراقي كان المي وصله تمام، لو الشعب العراقي قبل 2009 ما كانت عنده تفجيرات وما كان عنده انفلات امني وما كانت عنده سوء خدمات وما كانت عنده بطاله وما كانت عنده مصايب. ورا ال 2009 طاعت لنا هاي البطاله وطاعت لنا هاي المصايب. ابو محمد من دياله، حياك الله.
السلام عليكم. ابو محمد من الديوانيه عفوا. نعم نعم ديوانيه. السلام عليكم. حياك الله واهل الديوانيه وياك اخوي. تحياتي لك طبعا وقناتكم الكريمه. حياك. استاذنا اخوي العزيز ترى هي نفس اللعبه هي، اللي كاظمي واللي قبله كان عادل عبد المهدي واللي كان قبله خالد العبادي والمالكي. كلها نفس الشيء ترى واحد. ولا يتون حل ولا يتون اي نتيجه. كان طبعا اليوم اللي شفته في البصره اليوم معقوله يعني هالمحافظه اللي هاي اللي مغذيه العراق ما جنوبه ايش جاي يصير فيها يعني هالفوضى والفقر هالدمار هذا. يعني لا متى احنا يحكم بينا مقتدي ويحكم بينا عمار ويحكم بينا المالكي. الى متى نظر هيك؟ المالكي حاطط محاولين يحرضهم بالشارع يحرقون سيارات ويسدون الطرق. والفقراء طالعين ما حد استجاب لهم. يا اخي الرفحاوي طلعوا وقاموا مستفيدين ومجلس النواب كله استنكر عليهم. نعم. يا اخي الرفحاوي شنو يعني اللي نازلين من السماء يا اخي بطل المختار هم شنو هم؟ يا اخي العراق كله جوعان، العراق متدمر. نعم. يا اخي حتى هاي المنحه سجلنا بها كذبوا علينا وقطعونا 30,000 ما اعطونا اياهم كذبوا علينا ما وفوا بها. يا اخي والله جاي يضحكون علينا، والله جاي يدمرون بنا، والله متامرين علينا ويردوننا هيك نظام. نعيش عيشه بذله، غير هاي ما عندهم هم. نعم. مترفين قصور ومولدات من هاي الكاتم وسيارات من هاي المسطحه وطيارات عندهم وعندهم جناسي وعندهم ايش عندهم جوازاتهم عالميه محترف بها. ليش احنا جاي يصير بنا؟ انا جاي اشوفه هذا اللي جاي يصير بالشارع يعني ليش مره عمرها 80 سنه تلقف قواطه بالشارع؟ يا اخي يرضاها مقتدي، يرضاها عمار، يرضاها المالكي، يعني قد راح تعيشون اقلهم؟ انت المالكي قد راح تطول بعمرك؟ قد راح تعيش؟ راح تخلد بالدنيا هاي؟ يا اخي الله موجود والقبر وراك. يا اخي خافوا الله شويه افتحوا من الله. حرام عليكم انتم امه محمد ما يصير تسوون هذا بالناس. طبعا انا تحياتي لكم طبعا بس قناتكم جاي تتكلم في هذا الشيء يا اخي ما واجبنا قناتكم. واجبنا كلها جاي تحكي ضدنا. الرفحاويين قامت الدنيا وقعدت عليهم من قنواتكم. الدعوه عليكم يابا عم ذكر الله خافوا الله. حطوا الحسين قدامكم، الحسين هو ابو الفقراء هو ابو المظلومين. طبعا ان طبعا المشكله هي مشكله ما ان الله بس الله انه. تحياتي لكم طبعا. حياك ابو محمد. ابو محمد هاي مو منا من قناه الرافدين على الشعب العراقي انه تحكي بهموم الشعب العراقي وهموم الناس، هذا واجبنا تجاه الشعب العراقي واتجاه بلدنا ايضا. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودونا استاذي يا محترم، اولا استاذي اريدك تباوع زين انطوه فرصه يعمل كي يوفر لكم خدمات واعمار العراق يا استاذي من جديد. اللي هو رئيس الحكومة الحالي يا أستاذ أيه. ويقدم خدمات جليلة كل من البرلمان والحكومة نعم. وكذلك مسؤولية رئيس البرلمان. وأنا أسألك بالله أيهم أكثر الميليشيات أو الأحزاب عدكم يا أستاذ؟ أيضا يا أستاذ نطلب من المراجع العظام نريد منهم يشوروا من المخبر السري الذي يعذب الناس ويؤذي الناس ويضع اتهامات باطلة. وكذلك نطلب من المراجع العظام يدعو لهؤلاء الذين يعذبون داخل السجون ويخرجوا المتظاهرين من السجون وكذلك المحتجين. تحياتي لك يا أستاذ. حياك حياك أخ سعد. أخ سعد أنت سأل السؤال تقول أيهما أحسن الميليشيات أم الأحزاب؟ الميليشيات هي جزء من الأحزاب لأن هي تابعة لها، والأحزاب هي اللي ما نعرف هي اللي تتحكم بالميليشيات لو الميليشيات تتحكم بها. لكن راح أنقل سؤالك إلى السادة المشاهدين. الأخ سعد يسأل إنه يا هو أحسن الميليشيات لو الأحزاب؟ فأتمنى جاوبون الأخ سعد. محافظة كربلاء المتظاهرين بها اليوم هم أن جددوا تظاهراتهم وقالوا إنه إحنا نرفض حكومة مصطفى الكاظمي ونطالب بإسقاط النظام والمحاصصة الطائفية ومحاسبة قتلة المتظاهرين. لكن لما نجي على قضية الخدمات نوصل إلى عضو اللجنة المالية محمد صاحب الدراجي ويقول أنه أكو دولة خفية هي اللي تعيق عمل الدولة وتعمل على تدمير اقتصاد العراق ما رضى يسميها. لكن احنا همنا نجي نسأل محمد صاحب الدراجي مثل ما سألنا مهاد جنابي، دولة خفية هي اللي تعيق اقتصاد العراق؟ يعني مو أيادي موجودة داخل العراق حاليا هي اللي تعيق اقتصاد العراق؟ مو الفساد اللي موجود بحكومتك هو اللي يعيق اقتصاد العراق؟ مو السرقات اللي تصير من موازنات العراق ومن أموال الشعب العراقي هي اللي تعيق اقتصاد العراق؟ مو تدمير البنية التحتية لها سبب؟ مو القضاء على الثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة البشرية هي سبب؟ مو القضاء على القضاء على الزراعة والاقتصاد والتجارة
والصناعة العراقية المحلية ووزارة التربية الفساد الموجود بها ووزارة الصحة الفساد الموجود بها هو السبب، مو العقود الوهمية والموظفين الفضائيين هي السبب. بس أكو دولة خفية، لما تجي أنت وتقول أنه ديون العراق صارت 111 مليار دولار انضاف لها 17 مليار أخرى لسد العجز بالموازنة اللي قرب البلد من مرحلة الخطر. عفوا، يعني أنت تحكي هسه على 128 مليار دولار، والتقارير الرسمية تقول لحد سنة 2010 ما يقرب من 800 مليار دولار مسروقة من خزينة الدولة. إذا تطرح منها 128 الديون، أكو 600 مليار يقدر العراق يبني بها نفسه من جديد. فأستاذ محمد صاحب الدراج، بدل ما تعطي تصريحات رنانة للشعب العراقي، روح دور وراء أموال الشعب العراقي وين راحت، ورجع فلوس الشعب العراقي حتى نسد الديون وما نوصل لمرحلة الخطر. لأن اللي وصل الشعب العراقي لمرحلة الخطر أنتو. محمد، حياك الله يا محمد. محمد تسمعني؟ نعم نعم. حياك الله أخوي يا محمد، بس أتمنى تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون. إن شاء الله. تفضل أخوي. تحية لقناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي العزيز. أستاذ، إحنا إن شاء الله بالنسبة لنا بالعراق. نعم. بالنسبة إحنا هسه بالعراق. نعم. أنا أريد أوجه كلامي، وخلي الشعب العراقي كله يسمعني. نعم. بالنسبة إحنا بالعراق ما راح كل شيء ما يتغير. نعم. يعني اللي يجي يتسلط بالحكومة يتسلط على رؤوسنا، وريد ما يعني ما أعرف مين أجيب أصير لك الكلام، يعني تهجير، قتل، اختطاف. يعني ما اعرف العراق، يعني هاي بس بالعراق هاي هيك الحكومه العراقيه. نعم. وهاي حكومات جاي تعيش وتصنع وتنتج، احنا كل شيء ما عندنا بالعراق، لا صناعه لا تجاره لا شيء. وانا اوجه يعني اقول كلامي كل الشعب العراقي. نعم. احنا بالنسبه لنا ما يفيدنا بالعراق الا ان تقوم شيوخ العشائر. شيوخ الحشائر هي تقعد الجنود مالتهم اللي عنده ابن عسكري شرطي، يقعده يتبرى، يقول له عمي لو اتبرى من عندك لو تنصف من توخر من هاي الحكومه. كل عشيره عندها احد بالقوات المسلحه يقول لهم عمي ذولا ما يفيدون عمي. فندائي لكل واحد شيخ عشيره، خلي تقوم العشائر، والا ما تصير لنا كل شارع. والله العظيم هاي الحكومه مالتنا ما تصير لنا لو بعد مئات السنين. نعم. الى يوم ما يبعثون ما تصير شارع بالعراق. العراق اذا مو العشائر تقوم، وتقوم شيوخ العشائر، وشيوخ العشائر هي تحكم العراق، بعد ما تصير لنا كل شارع الا شيوخ العشائر هي تحكم العراق. نعم. لان هاي ميليشيات واحزاب، وهاي الميليشيات والاحزاب يا اخي قام يعني ما كلها فساد، لعبوا بالارض فسادا. بالنسبه للعراق ما يوقف على رجليه الا تقوم العشائر وتتبرى ويجهدون ولدهم من الشباب ويقولوا لهم عني تعالوا. هذا العراق ما تصير لكل شاره. ما تصير للعراق شاره الا ولد العشائر. زين بالجيش وبالشرطه يقعدون ويجون يدافعون ويا عشائرهم، والعشائر هي اللي راح تحرر العراق. نعم. زين ترى العشائر هم الجيش. نعم. وهم الشرطه وهم الحكومه. نعم. اذا مو العشائر ما تصير لنا كل شارع، لان احنا بالعراق كليتنا متكسرين، كليتنا اثق بالله العظيم، ما ان يا اما نروح على غير دوله نسوي جيش هناك. شلون من مكه الرسول عليه الصلاه والسلام انسحب من مكه، قوى نفسه بالمدينه، وبعدين رجع حرر مكه وكسر الاصنام وكسر ظل الطقات وكسر ظل الفاسدين. جرات انه نفس الاسلوب. يعني نحن اذا مو العشائر بعد ما لنا كل شارع، لان يعني احنا كنا متكسرين، وكل الشعب وكل الثوار وكل الناس الخيره كلها متكسره. ما لنا اي حل الا العشائر هي تروح تعرض المساجين وهي تقوم تسوي
شيوخ العشائر. لان ما ظل الا حال بس العشائر، بس شيوخ العشائر هم يقعدون ولدهم من الشرطه ويقعدون من الجيش ويقول لهم عني يوصل الجيش والشرطه احنا متبرين من عنده وتحكمها العشائر ونخلص من هاي الطقمه الفاسده. نعم، شكرا شكرا لك اخ محمد. نداء كان موجه من محمد من بغداد الى شيوخ عشائر العراق، ان شاء الله يسمعوك ويجاوبوك. مصطفى السيد من مصر ويانا، حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. نحيي حضرتك ونحيي اخويا العزيز البطل واضم صوتي الى صوته وايدك تاييد مطلق. بس شيوخ العشائر ما يحكموش، شيوخ العشائر يسحبوا الشرعية المزيفة من هؤلاء القتلة ويدوها للشعب والشعب يختار اللي يمثله بإرادته وإرادة الأمة وإرادة أحرار العرب الشجعان. أما يا سيدي بالنسبة للمجرم الإرهابي ما يسمى مصطفى الكاظمي اللي معاه الإعدادية اللي هربوا الأرجيف العراقي إلى الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم وهربوا خميني في اليونان عند أخته، ده معاه إعدادية لا بتاع مخابرات ولا يعرف حاجة عن المخابرات، ده صايع 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 حرامي. مشروع نفس المشروع الاستعماري ده واجهه للمستعمر الامريكي والصهيوني والايراني. نعم. محور الشر الثلاثي ده مصطفى الكاظمي. ونحيي اهالينا في البصره حقيقه يا اخي يا ريت كانوا يضربوها علقه في القناطر زي ما ضربوا حجر قبل كده في فندق البصره. شفناها وعارفين المواد. واسمح لي نتوجه بتحيه لاصلنا واصل العروبه الى الناصريه الغاليه الحبيبه. ونحيي زلم الناصريه وابطال الناصريه اللي متسجل اسمها في التاريخ فوق بالعالي. فيا سيدي هؤلاء لا تنتظر منهم يبنوا وطن ولا تنتظر منهم يحقنوا دماء ابرياء. نعم. ولا تنتظر منهم الا القبض والسجون وتجاري بنت العين مره. خلي بالك تجاري بنت العين مره يقول لك اكل الثوم والبصل حرام، يعني اكل الثوم والبصل حرام يا تجاري الدنيا خونه واغتصاب الابرياء في الموسم وزرع الفتنه من جديد وتهديد المذاهب والفتن مش حرام؟ قتل الابرياء والمسجدين والثوريين مش حرام؟ خيانه الوطن وتعيشوا تحت وطأة المستعمر الامريكي والصهيوني والايراني المشترك مش حرام؟ فأنا عقل وفأنا منطق، عاش العراق وعاشت الثوره العراقيه الحره الابيه وانا اذكر سيادتك. شكرا شكرا لك اخ مصطفى، كان اتصاله من مصر. ونشكر كل الاخوه العرب اللي يتصلون ببرنامج صوتكم. مشاهدينا برنامج صوتكم متواصل وياكم بفاصل قصير ونرجع لكم لحد يروح. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. الفيديو اللي شفتوه هو تكملة للفيديو اللي طلع بداية البرنامج، المتظاهرين الموجودين بفندق الشيراتون احتجاجا على زيارة مصطفى الكاظمي للمحافظة دون تلبية مطالب الناس. قبل ما أكمل ويا الاتصالات أكمل اللي قاله محمد صاحب الدراجي، وقال أنه العراق يحتاج شهريا 7 تريليونات و300 مليار دينار عراقي حتى يكون عنده اكتفاء ذاتي. وحاليا انه اللي يدخل للخزينه 1.5 تريليون، يعني اكو عجز شهري 4 تريليونات و800 مليار دينار عراقي. ويقول انه واردات المنافذ الحدوديه تشكل 5% من ايرادات خزينه الدوله. صدقني يا استاذ محمد،
لوم الفساد اللي انتم اسستوه له وراء عام 2003 وفساد العمليه السياسيه اللي انتم تعترفون به وفساد العمليه السياسيه اللي طلع مشعان الجبوري ويقول كنا نبوق ما كان صنا بهذا الحال. ام عبد الله من بغداد ويانا حياك الله. حيا من قال. السلام عليكم ورحمه الله. تسلمين يا رب. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لحضرتك الى قناه الشريفه لا تدعنا حياك وبياك. الله يسلمك يا رب يحفظك. استاذ يعني احنا دا نشوف الوضع اللي موجود هسه في العراق. نعم. ترى ما في اي تغيير ولا تصور انه حيصير تغيير في العراق. لان هذه السياسه اتبعتها سياسه امريكا سابقا كانت تريد تحتل دوله تنزل جيوش وتقاتل مثل ما صار حرب فيتنام والحروب الاخرى. نعم. اما احنا هسه في الوقت الحاضر من شافت تريد تبدل الوضع في الشرق الاوسط اكبر شخصيات وطنيه كانت موجوده هم صدام حسين ومعمر القذافي. لجنه ورئيسا صدام حسين ادموه. راحت الحكومه كلها مالتهم حكومه صدام فجت حكومه يعني هم اختارتهم امريكا وبريطانيا وايران واسرائيل جابتهم شلون يعني شلعوا حكومه صدام وجابوا موظفين جديدين رئيس جمهوريه وموظفين وهذا ويعني استغلوا الضعف اللي موجود بالعراق هو النعرات الطائفيه على اساس انه انطلع الحكم الى الشيعه. استاذ الشغله مالت بس لحظه ام عبد الله ليش هي من صار الاحتلال كانت اكو نعرات طائفيه مو هم اسسوا له؟ صحيح استاذ احنا كنا كشعب ما نعرف هذا الشيء بس هو المخطط هذا. نعم. يعني الحكومه الحاليه من 2003 الى الان هي حكومه تشتغل تنفذ قرارات امريكا وايران وبريطانيا واسرائيل. صحيح. نعم. هاي الحديث السياسه الجديده انه بحد خلت شلون يخلون الوطن يذوب بحد انه واحد قام يقتل الله. نعم. احنا مشاكل كلش هوايه، احنا ما يصير لنا تغيير استاذ، ما طول هاي السله اللي جت جابتها امريكا وايران واسرائيل كلها في سبيل تشتيت الوطن العربي وتشتيت الدين، يعني وشراء ذمم الحكام العرب مال الاعتذار، ترى خلي ما يسالون من عندي الحكام، اذا من احشي واحد يسمعني، ليش؟ لانه مثلا من ضربه شركه ارامكو السعوديه من ضربتها ما ضربتها ايران ولا ضربتها امريكا، ضربتها من الديون اللي موجوده هنا بالعراق عن طريق استخدام هذه الطائرات المسيره وطلعت من العراق ضربوها شركه ارامكو، ما صار رد استاذ. ليش؟ لان امريكا هي تريد هذا تشتيت المجتمع العراقي والمجتمع العربي. فنقطة هو القذافي نفس الحاله، الحاله اللي صارت في ليبيا واللي حاله صارت بالعراق وسوريا واليمن. فاي تغيير لا تتصور يصير بالعراق راح يبقى الوضع كما هو أسوأ الا في نقطه واحده الشعب يرفع سلاحه ويقاوم استعمار ايراني امريكي والحكومه الموجوده ولا اي تغيير ما يصير استاذ مع يعني تحياتي لك. شكرا شكرا لك ام عبد الله. يعني ام عبد الله ركزت على ثلاث نقاط. ثلاث نقاط هي انه دولة مأجوي لتنفيذ اجندات خارجية وهي النعرات الطائفية واستغلال هذه القضية وتفرقة الشعب العراقي والوحدة العراقية فتتوها الى مكونات حتى يصيرون هم موجودين تحت فرق تسد. الشغلة الثانية القضية اللي ركزت عليها ام عبد الله انه هم موجودين هنا لتنفيذ الاجندات الاجنبيه وهذا الشعب العراقي كله يعرفه، وقالت انه الشعب العراقي لازم انه يوقف بوجه هذا الشيء تحت مقوله او على مقوله اذا اراد الشعب يوما الحياه فلا بد ان يجي اذا اراد الشعب يوما الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، اذا الكلمه بيد الشعب العراقي. ابو محمد ويانا حياك الله. السلام عليكم، شلونك استاذ رفال؟ شلون صحتك؟ عليكم السلام والاكرام، نحمد الله على كل شيء، تفضل اخوي. والله استاذ رفال هاي كل كلاوات بكلاوات. نعم. لا يقدم ولا ياخر. هو وياهم صار له خمس سنين ست سنين وياهم يعرف كل خباياهم.
كل المسؤولين يعرفهم واحد واحد، فالافلام هاي مالتهم ما تعبر علينا. اكو واحد يعتقلهم اول يوم وثاني يوم يهدهم، والعالم صار له سنين الابرياء نايم بالسجون. لا ما هو اعتقل يعني اعتقل خبير صواريخ ايراني بس ماكو ادله كافيه. ماكو ادله كافيه لعد هذا الاربع ارهاب هذول اللي ياخذونه الابرياء يقعد نايم ببيته وياخذه ويروح يروح لحد خمس سنين وعشر سنين وعشرين سنه. هذول صواريخ وهدوهم ثالث يوم، شنو الافلام هاي؟ ما تعبر الافلام هاي علينا عمي. كلاوات وكلاوات. نعم. ناس ابرياء اخذوهم لحد الان والله من 2003 ما حد ندلهم وين. وناس ابطاله بطاله وناس تعبانين خطيه يطبون عليهم مداهمات وياخذوهم. من علي بن مالك يقول لا تخلونهم ينامون. مداهمات دق دق على الابرياء. ياخذونهم بالشلاليب وهم اللي مريض واللي معوق ونايمين بالسجون اللي نصهم كتلهم يا عمي. نعم. هذول يعتقلوهم يوم ثاني يوم يهدوهم. يعني هذول واحد وهذول واحد. نعم. لو تشتغلون صحيح لو تقولوا عمي احنا ترى احنا ويا الحكومه واحنا ويا هذول الاحزاب ويا الميليشيات ويا هذا الافلام ما تعبر علينا عمي. انت شو تقول يا استاذ رفيق تحليلك شنو يعني؟ نعم. تحليلك شنو على هالموضوع هذا؟ اخي ابو محمد انا ما عندي تحليل، انا هنا هسه موجود دا اسمع ارائكم ودا اوجه رسائل الناس ودا يعني ابين لكم الصوره وانتم يمكم الموضوع. والله يا استاذ رفيق انا اقول كلاوات بكلاوات لا يقدم ولا اخر، منهم وبهم وكل شيء ما نسوي، والبلد لا مستشفى فيه خير. يعني هسه شايف ناس برا يتمرض ما يعني يخاف يروح المستشفى بشرفك، شايف انت ايش دوله؟ يعني والله هسه اكو ناس قام يموت ببيته وما يروح المستشفى يقول لك ما يخالف، اموت ببيتي احسن لي من ما اروح هناك وسووا لي كورونا وخذوا علي 8 ملايين تجاره وكلاوات بكلاوات. نعم نعم. يا عمي شغله يعني حتى الموت قام يتاجرون به. حتى الميت يموت يعني موت عاديه يقول كورونا. هو هذا موت عاديه يقول كورونا. هو هذا يعني هذا اللي يبكي القلب هسه اللي موجود بالعراق انه ايوه اقول لك يعني احنا ما يخافون لا يخافون من الله، زين هذا المرض كورونا ما تخافون يصير فيكم؟ زين هاي الفلوس وين تودونها؟ اذا صار فيك كورونا ودفنوك خوف دوا القاع وتفيدك الماده ليش ما تشتغلون عدل للشعب هذا المقرود؟ شعب تعبان لا مستشفى فيه خير لا كانونا ما بيه ابره ما بيه الله يخلي خلف الله على المضمدين دول بنص هذه شويه فايدين العالم والله بالليل بالعشره وبال11 وب12 بالليل واحد خربط يروح عليهم مشين الامور هاي المضمدين هذول الصغار داخل المدن هذول مشين شويه الامور والا المستشفى ما حد يروح له يخافون العالم تخاف. شكرا لك ابو محمد والكلام كثير لكن يعني هي هذا اللي دا يصير قلنا اللي يبكي القلب بالعراق او اللي يدمي القلب انه كل شيء غالي بالعراق حتى الموت انه دفن الانسان صار غالي بس روح المواطن العراقي هي رخيصه سعرها طلقه واذا مو طلقه عذبوه بالسجون هذا اللي يؤذي وانت سال السؤال ابو محمد تقول اذا صابتهم كورونا فلوسهم راح تفيدهم ليش كورونا تصيبهم اللي موت فلوسه تفيده ماذا احمد الشلبي واحد معدهم مات واندفن فادته فلوسه لو فاده منصبه لو فاده شيء راح يم واحد لا ينظلم عند احد ولا يظلم احد يم العادل. قبل ما ناخذ رسائل الواتساب عضو اللجنه القانونيه البرلمانيه حسين العقابي ايش قال؟ قال انه الفساد الموجود بوزارة الكهرباء ماكو الا اي مثيل بكل العالم. انا راح اجاوب حسين العقابي بلسان الشعب العراقي، راح يجاوبوك باربع جمل. واحد راح يقول لك هاي شنو؟ والثاني راح يقول لك لا بالله. والثالث راح يقول لك خاف ما ترضى. والاخ راح يقول لك صدق تحكي؟ يعني بس بوزارة الكهرباء اكو فساد؟ ما انتو سويتوا انتو اللي جبتوا حتى انتو بالبرلمان قعدتكم بالبرلمان بفلوس ف
فلا تحكي لي بس على وزارة، أنتوا كلكم من رأسكم أساسكم عبارة عن فساد في فساد في فساد، ووضع العراق الحالي أنتوا سببه، فتقدرون تحلوه لو لا؟ هاي رسالة موجهة للأستاذ حسين العقابي اللي يقول أكو فساد بوزارة الكهرباء ما له مثيل بكل العالم. أما رسالة الواتساب اللي وصلت للبرنامج اليوم، أول رسالة وصلتنا من الأخ غالب يقول أحسنت وجزاك الله ألف خير، وإن شاء الله تتحقق أمانينا جميعا ويتحرر العراق من الاستعمار الإيراني المقيت وأذرع الميليشياوية الإرهابية المجرمة وكذلك من أي نفوذ أجنبي آخر. عراق المواطنة الحرة المتساوية والعدالة الاجتماعية، كل التمنيات لك يا أستاذنا العزيز بموفور الصحة والعطاء العروبي الإنساني الدائم، وتحياتنا لقناة الرافدين مع الاعتزاز والتقدير. شكرا شكرا لك أخي غالب. رسالة أخرى من السلام عليكم قناة الرافدين الوطنية، نرجو من حضراتكم تسليط الضوء على الحدود العراقية الإيرانية وتجارة الكريستال، كل يوم آلاف الأطنان من المخدرات منها للعراق ويهرب منها إلى سوريا ولبنان واليمن، والميليشيات تحاول إدخالها للسعودية، وموجودة كل الوثائق والتقارير، كل يوم تكشف محاولات تهريب. سلطوا الضوء على حدود العراق لأنها تكشف هذا التهريب، قنوات هواية عكست هذا الأمر، وأتمنى أنه أنتوا تروجوا إن شاء الله أخي العزيز. رسالة أخرى من شخص يقول تصريح صحفي حول الجريمة الصهيونية بإغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، والرسالة طويلة ما أقدر أقراها كلها، شكرا جزيلا لمشاركتك. مرحبا وألف تحية لكم، رجاء خبروني هل صحيح الحرامية عالية بنت نصيف ماتت؟ أنا من ألمانيا وأريد أتأكد. والله يا أخي العزيز ماكو هيش خبر لحد الآن. قناة الرافدين أحبكم والله، تحية لحضرتك أستاذ أفل وللأخ محمد وعمر ولكل العاملين. رسالة أخرى عبارة عن تسجيل صوتي، أعتذر من السادة المشاهدين اللي يدزون تسجيلات صوتية عبر برنامج الواتساب، بس ما أقدر أعرض أي تسجيل صوتي أو أخذ أي اتصال على برنامج الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز، بسبب أن يأخذوا حقنا من الأرض أقاموا دعوة كيدية على والدي بتهمة 4 إرهاب، شنو ذنب رجال كبير ومريض؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم وعلى القاضي اللي حكمه وأخذ بشهادة الزور، واللي يبعد عن مكان التهمة 300 كيلو وكانت شهادتهم مختلفة، شلون أخذ حكم عليه؟ رسالة أخرى أبو ضحى من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. قبل أيام تم اعتقال عدد من الميليشيات وتم إطلاق سراحهم بليلة وضحاها، ويقول القاضي عدم كفاية الأدلة، وأقول للقاضي لماذا تحكم الأبرياء 10 سنوات وأكثر وتنتزعون منهم اعترافات كاذبة بسبب التعذيب؟ أنت يا سيادة القاضي إذا اعتقلوك وعذبوك تعترف اعترافات كاذبة بسبب التعذيب، وأقول للقضاة العراقيين اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا دعوة المظلوم إنها ليس بينها وبين الله حجاب. وبغداد بمنطقة عرب جبور عدد من المخبر السري ذاكر أسماء اعتقلوا الكثير من أقاربهم وهم أبرياء، لماذا هذا الظلم يا مجرمين؟ شكرا جزيلا لكم. رسالة أخرى، السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ المحترم وللجميع. أستاذي الغالي، العراق للعراقيين، والعراق يحتاج إلى قائد واحد يمتلك الشجاعة وصاحب قرار ومسؤولية، وجيش نزيه قد المسؤولية، وشرطة نزيهة أيضا قد المسؤولية، وقضاء نزيه يحافظ على نظام البلد، والشعب العراقي ذاك اليوم يشوف العراق شلون راح يعيش برفاهية، لأن مقدرات العراق الإنتاجية هائلة لا يحتاج إلى الاستيراد، ممكن أن يصدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعذرا ملاحظة الكهرباء مقطوعة لا أعرف، عذرا، تحية طيبة لا أستاذ العزيز أبو حاتم، أنت تقدر تقول الرأي اللي تريد تقوله. السلام عليكم، أعتذر عن قراءة هذه الرسالة بها ذم لقناة الرافدين، ولكن هذا رأيك أخي العزيز، نحن واجبنا أن نكون مع الشعب العراقي ونذكر الحقائق فقط. يا معودين شنو السالفة؟ والله عمي بهذن المستشفيات ماكو إعانة، ماكو حاجرين العالم وهم يتفيكون بروسنا، شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم، الميليشيات تقتل العراقيين، هم أقوام يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ونحن الآن بأمس الحاجة إلى شخص يخلصنا منهم، أحفاد أولئك المجرمين السفلة، أحفاد كسرى ورستم، يا رب يبعدنا عنهم وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. السلام عليكم، أتمنى من قناتكم الموقرة أن تعرضون مناشدتي، نحن نخبة من المتقاعدين تستغيث بالله وبكم أن تناشدون جمعيات الأهلية وخاصة جمعية الداودي
والله الأقساط دمرتنا، يا ريت يخففوها علينا ويوقفوها مدة 3 أشهر، والله أنواع الأمراض بينا ونحن مقبلين على عيد. الله الأكبر عليكم بحرمة الرسول الأعظم، أتمنى تخففون علينا المريض المتقاعد محمد الشمري، أتمنى أنه يسمعون رسالتك ويستجيبون إليك. السلام عليكم، نناشد قناة الرافدين الفضائية مناشدة خاصة لإيصال أصواتنا إلى كل من يستطيع التدخل لإنقاذ أبنائنا المعتقلين، لأن وباء كورونا انتشر داخل السجون، الكارثة الحقيقية داخل السجون، أنقذوا المعتقلين قبل فوات الأوان. السلام عليكم، تحية طيبة لكادر البرنامج، نطالب بالعفو العام عن السجناء، وشكرا لقناة الرافدين الموقرة من الأنبار سمورة السفير. عندنا الشخص يتصل أكثر من اتصال، أعتذر منك أخي العزيز بس ما أقدر أستقبل أي اتصال على الواتساب. رسالة أخرى مكتوب بها إلك الله يا عراق. وآخر رسالة وصلت إلى البرنامج اليوم، السلام عليكم من الموصل. السلام عليكم، والله عشنا وشفنا شنو من بلد هذا، شون يا شون رئيس يا مصطفى الكاظمي، والله روح أقعد بالبيت أريح لك، والله راتب البرلمان ما يكفيهم للنواب، كل واحد جاي مسوي حشد للعشائر يكتلون بالشعب، والله يا شعب المظلوم ما طول السلاح منفلت بيد كل واحد دايح ونجس، البلاد راح يغرق بالدم وراح العراق بعد ما يرجع. وآخر رسالة، نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، أبنائنا تواجه الموت داخل السجون، وأتمنى تفريح الأمهات بعيد الأضحى المبارك. قبل أن نختم البرنامج نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، فلهذا السبب نتمنى من كل المواطنين أنه يلزم ريموت التلفزيون ويروح على الإعدادات داخل الريسيفر اللي يستقبل به القنوات الفضائية ويدخل التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية، وهو 10727 الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. أكرر التردد مرة ثانية، 10727 مثل ما تشوفون، فأتمنى تدخلون هذا الإعداد أو هاي الإعدادات الجديدة بأجهزتكم حتى نظل مستمرين مع بعض. مشاهدينا الكرام كلهم يقولون أكو فساد، بس المشكلة كلهم ما يقولون أنه هم سبب الفساد، فتبقى الكلمة الأخيرة بديكم أنتم يا الشعب العراقي. برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة باكر، في أمان الله.